بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله كل الكائنات. ربنا اجعلنا من المهتدين الخيار، واجعلنا من المعظمين لشأنك يا عظيم. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. وما أنزلنا عليك الكتاب، باش تعرفوا دور النبي وقدر النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا في هذه الآية وأخواتها. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إبدأ جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليضع حد للاختلافات. وش اسم اللي قاعد يدقدق فيكم يا يهود؟ تحسبهم جميعا وكلهم قلوبهم شتى. وكلاب الكرب اللي يدعون الاسلام باطلا نفس الشيء. هاتين شكون يحكم بهم؟ يحكم بهم ناس صهاينه اكثر صهيونيه من الصهاينه اليهود. ملك الاردن وملك السعوديه وانت ماشي، والكلب الاخر الفأر الفويسقه بتاع الشام، والمدعي الفرعنه في غير من بها في مصر أرض الكنانة، وهذا ما جاب. شكونكم؟ كل شيء اللي يتأذى به النبي عليه الصلاة والسلام أنتم تشعل نيرانها. الحركات الصهيونية في كل مكان، مالكم؟ خليهم يتغذوا ويبرتلوا. نساوا لك التبرتيل هذيك هي من شهادات تشهد عليهم ليكون اعتراقهم بجهنم بتلك المقتنزات من شحوم نبتت من حرام. نسأل الله السلامة.